بسم الله الرحمن الرحيم. كنا خدنا المرة اللي فاتت يا شباب، كنا خدنا المرة اللي فاتت تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا خدنا المرة اللي فاتت ان احنا ازاي نكريت فيلان على السويتش. هنراجع على الكوماندات كده بسرعة. كنت باجي على السويتش بتاعي كده، ادي الباكت تريسر اهو اهوت، هراجع الكوماندات بتاع المرة اللي فاتت، لو حد عنده مشكلة يكتب لي على طول تمام. كنا خدنا جبنا سويتش هنا 2960 اهو، وسويتش تاني اهو 2960، وكنا جبنا شوية أجهزة وليكن هنا 3 أجهزة وهنا 3 أجهزة. ولو نفترض مثلا النهاردة هنعمل فيلان 10 وفيلان 20 وفيلان 30، وهندي فيلان 10 اي دي 192.168.1.10.0، وهندي فيلان 20 اي دي شبكة 192.168.20.0، وهندي فيلان 30 اي دي 192.168.30.0، العشرة ده سلاش 24، العشرين سلاش 24 اهو، التلاتين سلاش 24 تمام. وهنيجي نكريت على السويتش بتاعنا التلاتة فيلان بتوعنا دول. كنا بنعمل كده سي ال اي انيبل كونفيجر مسافه تيرمينال. في كوماند يا جماعه اسمه هوست نيم، الكوماند ده بيغير اسم السويتش او اسم الراوتر. فبكتب هوست نيم اس دبليو 1، فالسويتش ده اتغير اسمه، بدل ما كان اسمه سويتش بقى اسمه اس دبليو 1. وبعدين عايز اكريت الفيلان، فبقول فيلان 10 النيم مثلا سيلز، بدلها اسم اكزيت فيلان 20 النيم مارك اكزيت، فيلان 30 النيم اي تي اكزيت. وكنت بعمل كده بضيف البورتات جوه الفيلان، فبقول انترفيس رينج من فاصل اثرات 0 على 1 لحد 5، سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 10 اكزيت، انترفيس رينج فاص ايثرنت من 0 على 6 لحد 10، سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 20 اكزيت، انترفيس رينج فاص ايثرنت من 0 على 11 لحد 15، سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 30 اكزيت. اطمن كده ان كل البورتات دخلت في اماكنها. شو فيلان بريف، فنلاقي ايه؟ هنلاقي ان العشرة بقى فيها من 0 على 1 لحد 5، العشرين من 0 على 6 لحد 10، التلاتين من 0 على 11 لحد 15. طيب تعالى نكريت نفس الفيلان دي على السويتش التاني ده، هنعمل سي ال اي وانتر انيبل كونفيجر مسافه تيرمينال هوست نيم اس دبليو 2 فيلان 10 النيم سيلز اكزيت، فيلان 20 النيم مارك اكزيت، فيلان 30 النيم اي تي اكزيت، انترفيس رينج فاص ايثرنت من 0 على 1 لحد 5، سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 10 اكزيت،
انترفيس رينج فاص ايثرنت من 0 على 6 لحد 10. سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس في لان 20 اكزيت. انترفيس رينج فاص ايثرنت من 0 على 11 لحد 15. سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس في لان 30. لو جينا عملنا تشيك كده نعمل شو في لان بريف هنلاقي ان السيلز بقى فيها من 1 لحد 5، ان المارك بقى فيها من 6 لحد 10، ان الاي تي بقى فيها من 11 لحد 15. عايز اوصل السويتشين دول ببعض واوصلهم بكابل كروس اهو من 0 على 24 لحد 0 على 24. ويجي الجهاز الاولاني عايز احطه في فيلان 10 اهو، ادي الفيلان 10. عايز احط ده برضو في فيلان 10 اهو من 0 على 1 لحد 5 اهو. طب عايز ده احطه في فيلان 20 اهو ابتداء من ال 6. طب عايز احط ده في فيلان 20 ابتداء من ال 6 اهو. طب عايز احط ده في فيلان 30 ابتداء من كام؟ 11. طب عايز احط ده في فيلان 30 فابتداء من 11. الجهازين دول هياخدوا ايباهات، هياخدوا ايباهات الجهازين دول هياخدوا ايباهات في الفيلان 10. الجهازين دول هياخدوا ايباهات في الفيلان 20. الجهازين دول هياخدوا ايباهات في الفيلان 30. تعالوا كده نشوف. لو عملنا كده 192 168 10 دوت 2 الجهاز ده 10 دوت 3 الجهاز ده 20 دوت 2 الجهاز ده 20 دوت 3 الجهاز ده 30 دوت 2 شبكة 30 الجهاز ده طيب يعني انتظر شوية يا باشمهندس محمد، الصورة متأخرة خالص عن الصوت. طيب حالا، طيب الجهاز ده 30 اهو دوت 3 اهو. ماشي يا باشمهندس محمد، حاضر. يعني هحاول اتاخر شويه. طيب بعد ما اديت لكل جهاز اي بي في الشبكه اللي هو فيها، يعني الجهاز ده اديته اي بي في شبكه 10، الجهاز ده اديته اي بي في شبكه 10، الجهاز ده اديته اي بي في شبكه 20، الجهاز ده اديته اي بي في شبكه 20، الجهاز ده اديته اي بي في شبكه 30، الجهاز ده اديته اي بي في شبكه 30. هنعمل ايه بعد كده بقى؟ لو جينا دلوقتي نخلي ال 10 يكلم ال 10 اليمة التانية مش هيرضى، ال 20 يكلم ال 20 اليمة التانية مش هيرضى فيلد، ال 30 يكلم 30 اليمة التانية برضه فيلد. ليه؟ لأن لسه ما حولتش الكيبل ده لترانك، لسه ما حولتش الكيبل بتاعي ده لترانك. احنا قلنا البورتات بتاعتنا اللي ما بين السويتشات لازم تكون حالتها ترانك. ايه بقى قصة الترانك دي؟ تعالوا نكمل كده ونشوف قصة الترانك دي ايه. تمام؟ تعالوا نشوف كده يا جماعة قصة الترانك بتاعتنا دي ايه. قصة الترانك دي كالآتي: لو انا عندي سويتش وعندي هنا سويتش وعندي هنا فيلان 10 وعندي هنا فيلان
10 وعندنا VLAN 20 وعندنا VLAN 20 من غير الترانك بورت كان المفروض اخد كابل من الفيلان 10 اربطه جوه بورت تبع الفيلان 10. من غير الترانك كان المفروض اخد بورت من الفيلان 20 اربطه في بورت تبع الفيلان 20 هنا. طب لو عندي 100 فيلان هنا و100 فيلان هنا يبقى انا محتاج 100 كيبل من الفيلان الاولانيه للفيلان الثانيه لما الثانيه، محتاج 100 كيبل من كل فيلان زي زميلتها اللي موجوده اليمة التانية، محتاج ايه؟ 100 كيبل. فقاموا عاملين البورت ترانك. البورت ترانك اللي هو عباره عن ايه؟ لو انا هنا اهوت عندي 3 فيلان، فيلان 10 و20 و30، وهنا فيلان 10 و20 و30، هيبقى عند البورت الترانك اللي رابط الفيلان ببعضيها، هيبقى عند البورت الترانك اللي رابط الفيلان ببعضيها. البورت الترانك ده اهو هو اللي هيشيل الترافيك بتاع العشرة وعشرين وتلاتين، وما بيبقاش ممبر في الفيلان عشرة ولا عشرين ولا تلاتين. بس لو العشرة عايزة تكلم العشرة لما التانية تمشي على الترانك. طب لو ال 20 عايز اتكلم 20 لما الثانيه تمشي على الترانك. طب لو ال 30 عايز اتكلم 30 لما الثانيه تمشي على الترانك. حلو الكلام؟ يبقى الترانك هو بورت بيشيل الترافيك بتاع كل الفيلان للترافيك المتشابهه ليها اللي موجوده لما الثانيه. من غير الترانك بورت كان المفروض نعمل كابل من الفيلان 10 للفيلان 10 اللي موجوده لما الثانيه. نعمل كيبل من الفيلان 20 للفيلان 20 الموجوده اليمه الثانيه. نعمل كيبل من الفيلان 30 للفيلان 30 الموجوده اليمه الثانيه. حلو الكلام كده؟ طيب سيسكو بقى قالت لك احنا هنشغل تو بروتوكول على الترانك بورت بتاعنا. يبقى سيسكو قالت لك لما تخلي البورت بتاعك ترانك احنا اوريدي مشغلين على البورتات بتاعتنا اول بروتوكول اسمه سيسكو عاملاه اسمه حاجة دايناميك ترانكينج بروتوكول. افهم بقى القصة دي اللي هو اختصار كلمة دي تي بي، دايناميك ترانكينج بروتوكول اللي هو اختصار كلمة دي تي بي. بيعمل ايه ترانكينج بروتوكول؟ معايا كده بالورقة والقلم بتاعتك قسمت البورت مود لنوعين، نوع اسمه الادمنستريتيف مود، نوع اسمه الادمنستريتيف مود، ونوع تاني اسمه الاوبريشن مود. نوع اسمه الادمنستريتيف مود ونوع تاني اسمه الاوبريشن مود. وقالت لك الادمنستريتيف مود هو اربع انواع، حاجه اسمها دايناميك ديزايرابل، وحاجه اسمها دايناميك اوتو، وحاجه اسمها ترانك، وحاجه اسمها اكسس. اما الاوبريشن هو نوعين، لا اما ترانك لا اما اكسس. انا مش فاهم حاجه لحد دلوقتي. يبقى سيسكو عملت على البورتات بتاعتها يا جماعه بروتوكول اسمه دايناميك ترانكينج بروتوكول دي تي بي. الدي تي بي ده بيعمل ايه؟ بيقسم البورت بتاعك لنوعين اتنين، حاجة اسمها الادمنستريتيف مود، حاجة اسمها الاوبريشن مود. الادمنستريتيف مود أربع أنواع، لا إما دايناميك ديزايرابل، لا إما دايناميك أوتو، لا إما ترانك، لا إما أكسس.
طب الاوبريشن مود كم نوع؟ نوعين، لا اما ترانك لا اما اكسس، لا اما ترانك لا اما اكسس. طب يعني ايه كلمه الادمنستريتيف مود؟ يعني ايه كلمه الاوبريشن مود؟ الادمنستريتيف مود اللي هو المود اللي الادمن بيكتبه بالكوماندات على البورد. يعني انت متاح لك تكتب كام كوماند على البورد؟ لا اما تخلي حالته دايناميك ديزايربل، لا اما تخلي حالته دايناميك اوتو، لا اما تخلي حالته ترانك، لا اما تخلي حالته اكسس. طب يعني ايه الاوبريشن مود؟ الاوبريشن مود بعد ما تكتب الكوماند فالبورت لوحده بيقلب ترانك، لا اما بيقلب اكسس. تمام. طب لو انا عندي دلوقتي السويتش بتاعي اهو، السويتش بتاعي اهو متوصل بسويتش تاني اهو، ومتوصلين ببورت ايه؟ بورت ترانك اهو. فانا المفروض هنا عندي اربع حالات، لا اما اخلي البورت ده دايناميك ديزايربل، لا اما اخليه دي دايناميك اوتو، لا اما اخليه ترانك، لا اما اخليه اكسس. انا بايديا بالكوماندات متاح ليا على سويتشات سيسكو اكتب الاربع حاجات دول. طب ما هو برضه اليمه الثانيه متاح ليا على البورت اللي قدامه اعمل كلام من ده، دايناميك اوتو ترانك اكسس. بس انا عايز اقول لك ان في الاخر البورت لما يكون ما بين السويتشات المفروض يبقى حالته ايه؟ ترانك. ده الاوبريشن مود بتاعه. طب انا اعرف منين؟ طب ما ممكن واحد يجي يكتب دايناميك زيرابل ويكتب قدامه دايناميك زيرابل، هيبقى حاله البورت ترانك ولا اكسس؟ طب دايناميك اوتو ودايناميك زيرابل هيبقى حالته ترانك ولا اكسس؟ فقال لك في جدول اهو، الجدول ده هينحفظ عشان بيجي منه سؤالين في الامتحان. بيقول لك لو انت رحت على البورت الاولاني خليته دايناميك ديزايربل، الدايناميك ديزايربل بيبعت مسج للبورت اللي قدامه يقول له يلا نبقى ترانك. فلو كان اللي قدامه دايناميك هيقلب معاك ترانك. تمام. طب لو كان اللي قدامه دايناميك اوتو هيقلب برضه معايا ترانك. طب لو كان اللي قدامي ترانك، لو كان اللي قدامي ترانك هيقلب برضه معايا ترانك. طب لو كان اللي قدامي اكسس هيجيله المسج من الدايناميك ديزايربل يلا نقلب ترانك، فالادمن عامله اكسس، فالاكسس ده يعني ستاتيك اكسس مش هيقلب معاك. فحاله البورت بتاعنا او حاله اللينك هتبقى في الاخر الاثنين هيقلبوا اكسس. يبقى دي اول احتمالات. لو انا خليت دايناميك ديزايربل في السويتش الاولاني، لو عملت دايناميك ديزايربل وكان قدامه دايناميك ديزايربل هيقلب ترانك، يبقى كده اللينك هيشتغل لان ما بين السويتشين المفروض يكون ايه؟ ترانك. طب لو انت عملت دايناميك ديزايربل وقدامه دايناميك اوتو هيقلب برضه ترانك. طب لو انا عملت دايناميك ديزايربل وقدامه ترانك هيبقى ترانك. طب لو عملت دايناميك ديزايربل وقدامه اكسس هيبقى اكسس. تمام. انا شايف الباشمهندسه منى عايزه نكمل. فالدايناميك، الدايناميك ديزايربل بيسموا البورت في الحالة دي اكتف. اكتف يعني ايه؟ يعني بيبعت كل شوية رسائل تفاوض، نيجوشيشن مسج للراجل اللي قدامه يقول له يلا نبقى ترانك، يلا نبقى ترانك، يلا نبقى ترانك. فلو كان اللي قدامه في اي وضع ما عدا الاكسس هيقلب يبقى ترانك. طب لو كان اللي قدامه اكسس هيبعت له ثلاث رسائل تفاوض، فاللي قدامه مش هيعبره، فالاثنين في الاخر هيقلبوا اكسس. طيب لو انا كان عندي البورت دايناميك اوتو، وده للاسف الديفولت بتاع سيسكو، دايناميك اوتو ده الديفولت بتاع مين؟ سيسكو. يعني سيسكو البورت بتاعها باي ديفولت لو انت ما غيرتوش بيبقى دايناميك ايه؟ دايناميك اوتو. طيب دايناميك ديزايربل مع الدايناميك اوتو هيقلبوا ترانك، لان الدايناميك ديزايربل هيبعت له مسج يقول له يلا نبقى ترانك، فالدايناميك اوتو ما عندوش اي مشكله فهيقلب معاك يبقى ترانك. تمام. طيب الدايناميك اوتو مع الدايناميك اوتو، دايناميك اوتو مع الدايناميك اوتو، دايناميك اوتو مع الدايناميك اوتو، عارف الاثنين دول باسيف، يعني هما منتظرين يبقوا زي اللي قدامهم. الدايناميك اوتو ده حاجه بيبقى زي اللي قدامه، فدايناميك اوتو مع دايناميك اوتو هينتظروا ثلاثة تايم بتوع النيجوشيشن مسج، محدش هيعبروا يبعتوا النيجوشيشن مسج، في الاخر هيقلب ايه؟ اكسس. ودي الكارثة، ان الديفولت بتاع سيسكو البورت بتاعنا اكسس،
وعلشان كده لما دخلنا هنا كده وانا ما غيرتوش، بصم لما اجي اخش كده على الشاشه بتاعتي اهو، الكابل منور عادي جدا، الكابل منور اخضر اهو، وانا موصل كابل ستريت. بس اكمن الوضع بتاعه هنا دايناميك اوتو، والوضع بتاعه هنا دايناميك اوتو، فحالة الكابل ده ايه؟ اكسس. وهو المفروض اللي ما بين السويتشات يبقى حالة الكيبل ترانك، وعلشان كده الكيبل ده ما اشتغلش معانا. لما يجي الجهاز هنا يبعت للجهاز هنا اخوه اليمة التانية اهو اللي موجود معاه في نفس الفيلان، ما ينفعش اهو جو، ما ينفعش. تمام؟ ما ينفعش. شايفين يا جماعة؟ اهو لما اجي ابعت من هنا لهنا ما ينفعش اهو، شايفين؟ لان حالة الكابل ده اهو هنا دايناميك اوتو وهنا دايناميك اوتو، فحالة الكيبل مش شغال لانه حالته قلب في الاخر ايه؟ اكسس. هو ده الديفولت بتاع سيسكو للاسف. طب دايناميك اوتو مع ترانك، احنا قلنا الدايناميك اوتو ده زي اللي قدامه، فلو قدامه ترانك يبقى يشتغلوا ترانك. طب دايناميك اوتو مع اكسس؟ اكسس. طب ترانك مع اي حاجه هيبقى ترانك، ما عدا ترانك مع اكسس هيقفلوا مع بعض، لان ده ستاتيك ترانك وده ستاتيك اكسس. طب اكسس مع اي حاجه، اكسس مع اي حاجه هيبقى ايه؟ هيبقى اكسس، الا اكسس مع ترانك هيقفل اهو. تمام؟ اللي اكسس مع اكسس، اللي اكسس مع ترانك هيقفل. الجدول ده يا جماعه المفروض نحفظه، المفروض نحفظه. ده بروتوكول وده شابتر موجود في السويتشنج اسمه الدي تي بي، دايناميك ترانكينج بروتوكول، دايناميك ترانكينج بروتوكول. تمام؟ لو دخلنا بقى دلوقتي اهو على البورت بتاعنا وشفنا الحالة بتاعته، بص كده معايا اهو، دخلت على السويتش اهو انيبل، في كوماند اسمه شو انترفيس، واسم الانترفيس سويتش بورد وانتر. بيقول لك والله الادمنستريتف مود بتاعته دايناميك اوتو، واللي قدامي كان دايناميك اوتو، وعشان كده احنا الاثنين قلبنا اكسس. طب لو عايز اغير المود بتاع البورت ده اعمل ايه؟ كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 24 سويتش بورد مود دايناميك ديزايربل. يبقى المفروض دايناميك ديزايربل مع اللي قدامه دايناميك اوتو هناك، احنا قلنا دايناميك ديزايربل بيقلب الدايناميك اوتو يخليه ترانك. تمام؟ بيقلب الدايناميك اوتو يخليه ايه؟ يخليه ترانك. تمام؟ تعال كده نتاكد اهو، اعمل نفس الكوماند تاني، شو انترفيس واسم الانترفيس سويتش بورد. فقال لي والله الادمنستريتيف مود بتاعي دايناميك ديزايربل والاوبريشن مود عند ترانك، لان دايناميك ديزايربل مع قدامه دايناميك اوتو، الدايناميك ديزايربل هيقلب الدايناميك اوتو لترانك، فكده البورت بتاعي يشتغل. فلو جينا دلوقتي وشفنا الباكيتات وهي ماشيه، هتلاقي فيلان 10 هنا بتكلم فيلان 10 هنا اهو، اهو، وفيلان 20 هنا بتكلم فيلان 20 هنا اهو، اهو. تمام؟ وهتلاقي
هتلاقي فيلان 30 هنا بتكلم فيلان 30 هنا اهو. خلاص كده، لان الكابل دلوقتي بقى حالته ايه؟ بقى حالته ترانك. فيجب حضرتك وانت شغال تبقى فاهم كويس، فاهم كويس الجدول ده، لان الجدول ده هو اللي بيتطبق على اجهزة سيسكو. فلو انت موصل سويتشين مع بعض بيبقى حالتهم لازم يكون الكابل نوعه ايه؟ نوعه ترانك. الكابل نوعه ترانك، فلو هو دايناميك ديزايرابل مع دايناميك ديزايرابل يبقى حالته هتبقى ترانك. لو هو دايناميك ديزايرابل مع دايناميك اوتو يبقى حالته ايه؟ هتبقى ترانك. لو هو دايناميك ديزايرابل مع ترانك هتبقى ترانك. دايناميك ديزايرابل مع اكسس هيبقى اكسس. دايناميك اوتو مع دايناميك ديزايرابل هيبقى ترانك. دايناميك اوتو مع دايناميك اوتو هيبقى اكسس، فكده الكابل بتاعك مش هيشتغل. دايناميك اوتو مع ترانك هيبقى ترانك. دايناميك اوتو مع اكسس هيبقى اكسس. دايناميك اوتو ده زي اللي قدامه بالظبط. ترانك مع اي حاجه هيبقى ترانك، بس ترانك مع اكسس مش هيشتغل. اكسس مع اي حاجه هيبقى اكسس، بس اكسس مع ترانك مش هيشتغل. تمام؟ خلاص؟ تمام كده يا جماعه؟ طيب ده اول بروتوكول عندنا بيشتغل على البورتات بتاع سيسكو. طب انا لما البورت بتاعي يبقى ترانك ايه اللي بيحصل؟ اول ما البورت بتاعك بيبقى ترانك، معلش يعني، بيشتغل حاجة اسمها ترانكينج بروتوكول. ترانكينج بروتوكول، ايه ترانكينج بروتوكول؟ في عندنا بروتوكول اسمه 802.1Q، وفي بروتوكول تاني اسمه الـ ISL، وده سيسكو. يعني أول ما البورت بتاعك بيبقى ترانك اوتوماتيك بيشتغل على البورت بتاع سيسكو. تمام؟ في بروتوكول اسمه 802.1Q وفي بروتوكول اسمه الـ ISL. الـ ISL دوت خلاص بقى اوبسليت، سيسكو حتى ما عادتش بتتكلم عنه، خلاص سيسكو سابته، انتهى، ادم خلاص. فكل السويتشات الجديده دلوقتي حتى بقت بتشتغل بالبورت الجديد اللي هو 802.1Q. طب الترانك ده بيعمل ايه؟ الترانك ده بيعمل عمليتين اتنين، عملية اسمها تاج وعملية اسمها انتاج. الله يكرمك ركز معايا بقى كده. عملية اسمها تاج وعملية اسمها انتاج. ايه التاج؟ لو انا عندي الفريم طالع من الفيلان اللي اسمها 10 ماشي على السويتش رايح للفيلان اللي اسمها 10 زميلته اليمة التانية، فبتلاقي هنا هو ال 1 كيو قاعد هنا وفي 1 كيو قاعد هنا، مش ده ترانك وده ترانك؟ فشغال عليهم واحد اسمه ال 1 كيو 802.1Q. فاول ما الفريم بيطلع بيقوم حاطط عليه ستيكر، ال 1 كيو ده بيحط عليه ستيكر ويكتب عليه رقم الفيلان اللي هو طالع منها وليكن 10. كده بيعمل عملية اسمها تاج. عارف التاج نيم اللي بنحطه قدامك ده على المكتب والكلام من ده؟ هو كده بيعمل تاج. تاج يعني بيكتب اسم الفيلان على الفريم ويبعت الفريم ده اليمة التانية، يروح للبورت اللي قدامه اليمة التانية زميله، يبص على التاج، هو الراجل ده جاي من انهي فيلان؟ جاي من الفيلان اللي اسمها 10. اشيل التاج، بعمل عملية اسمها ان تاج، بشيل التاج وبعدين ادخل الفريم جوه البورتات بتاعتي. بشيل التاج وبعدين ادخل الفريم جوه البورتات بتاعتي. يبقى كل الفريمز اللي ماشيه على الترانك لينك معمول لها تاج. تاني الحته دي بالراحه كده. تاني الله يكرمكم الحته دي. في عندنا ترانك بروتوكول، اول ما بتخلي البورت بتاعك يبقى ترانك. ففي عندنا كان في بروتوكول زمان اسمه الاي اس ال بتاع سيسكو وخلاص ما عادش موجود. دلوقتي في بروتوكول اسمه 802.1Q. البروتوكول ده بيعمل ايه؟ بيعمل عملية اسمها تاج وعملية اسمها انتاج. عملية اسمها تاج وعملية اسمها انتاج. فلما يكون عندك السويتش اهو متوصل بالسويتش ده اهو،
اهو، وهنا في عندي فيلان 10 وهنا عندي فيلان 10. فلما بيجي فريم طالع من جهاز تبع الفيلان 10 قبل ما يطلع من البورت بتاع الترانك، يقوم الترانك ده مغير في الفريم وضيف له فيلد كاتب فيه رقم 10، حط ستيكر على الفريم، يعني كاتب ان الفريم ده تبع الفيلان اللي رقمه 10. الفريم يمشي على الترانك لينك، يروح لمين؟ للبورت اللي قدامه اليمة التانية اللي شغال عليه مين؟ وان كيو. برضو هو جاي من انهي فيلان؟ جاي من الفيلان اللي رقمه 10. طب شيل الاي دي بتاع العشرة ودخل الفريم دوت للبورتات بس اللي تبع العشرة. العملية دي بيسموها تاج وان تاج. يبقى نكتب عندنا كده ملحوظة بقى عندنا في الورق بتاعنا، ان كل الترافيك اهو each all traffic all trunk link traffics، كل الترافيك اللي ماشي على trunk link ار تاج بيبقى محطوط له تاج. يبقى كل الترافيك اللي ماشي على الترانك لينك بيبقى محطوط له تاج. لو انا وقفت لحد هنا يبقى انا غلطان. الحته بقى اللي جايه دي اكسبت، ما عدا الترافيك اللي طالع من فيلان اسمها النيتف فيلان. ايه بقى يا عم النيتف فيلان دي؟ تعال نشوف كده. يبقى كل الترافيك اللي ماشي على الترانك لينك بيبقى محطوط له تاج، الا الترافيك اللي طالع من فيلان اسمها النيتف فيلان، الا الترافيك اللي طالع من فيلان اسمها النيتف فيلان، هو اللي مش معمول له تاج. ايه بقى النيتف فيلان دي؟ ايه النيتف فيلان دي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. لو جيت عملت سكرين شيرنج كده، وجيت هنا وقلت له شو انترفيسز ترانك، الكوماند ده خدناه المره اللي فاتت يا جماعه علشان نعرف البورتات الترانك اللي موجوده عندي. شو انترفيسز ترانك، شو انترفيسز ترانك، الكوماند ده خدناه المره اللي فاتت علشان نعرف اسامي البورتات الترانك اللي موجوده عندي على السويتش. فقال لي والله الترانك بورت عندك اسمه 0 على 24، المود بتاعه ديزايربل، شغال عليه بروتوكول اسمه 802.1 كيو، هو ترانك، والنيتف فيلان اللي هي الفيلان اللي رقمها واحد، النيتف فيلان هي الفيلان اللي رقمها واحد. يعني ايه نيتف فيلان؟ بصوا كده، لو عملنا كده سيميوليشن وقلت له كابتشر كده وفورورد، هتلاقي السويتش ذات نفسه او السويتشات ذات نفسهم كل شويه بيبعتوا لبعضهم رسائل. ايه الرسائل اللي بيبعتوها لبعض دي؟ ايه الرسائل اللي بيبعتوها لبعض دي؟ رساله اسمها سبانينج تري بروتوكول، اهي شايفين؟ في رساله اسمها سبانينج تري بروتوكول اهي بيبعتوها لبعض، اهي في رسائل ماشيه ما بينهم وبين بعض كل شويه اسمها سبانينج، وفي رساله ثانيه اسمها دي تي بي اهي، اهي شايفين الرساله الحمراء دي اسمها دي تي بي اهي، والسبانينج تري اهي. يعني السويتشات اوتوماتيك بتبعت لبعض رسائل اسمها الكنترول ترافيك، رسائل خاصه بالسويتشات عشان يتعرفوا على بعضهم، علشان يعملوا الاوبريشن ما بينهم وبين بعضهم. يبقى في ترافيك غير ترافيك اليوزر ماشي ما بين السويتشات وبعضيها. طب الترافيك ده لما يجي ينبعت من سويتش ده للسويتش ده يخرج من انهي فيلان؟ من الفيلان 10 ولا الفيلان 20 ولا الفيلان 30؟ لا، يخرج باسم فيلان اسمها النيتف فيلان اللي هي عندنا هنا في السويتش باي ديفولت، اللي هي الفيلان اللي رقمها واحد، بيعتبروا الفيلان اللي رقمها واحد هي الفيلان الاساسيه. نيتف يعني اساسي او اصلي او مواطن اصلي للبلد. فكل كنترول ترافيك لما يجي السويتش ده يبعت للسويتش ده ترافيك خاص بيهم هم بالسويتشات، بيبعت لهم على النيتف فيلان. طب الترافيك بتاع النيتف فيلان بيعدي على السويتش من غير تاج، مش هنقعد بقى نحط ستيكر ونشيل ستيكر، نحط ستيكر ونشيل ستيكر،
احنا مش ناقصين بروسيسنج، ده كفايه البروسيسنج بتاع اليوزر، لان الترافيك ده بيمشي كل ثانيتين كل 4 ثواني، فبيمشي في التكرار. فمش هقعد احط الستاك واشيل ستاك، مش هقعد احط ستيكر واشيل ستيكر. فكل كنترول ترافيك بيمشي ما بين السويتشات من غير تاج. اي فريم جه للسويتش ده مش محطوط عليه ستيكر بيعرف ان هو جاي له من نيتف فيلان، وهي باي ديفولت النيتف فيلان هي الفيلان اللي رقمها 1. والناس بتوع السكيورتي بيقول لك يا ريت تغير النيتف فيلان من فيلان اللي رقمها 1 تخليها اي فيلان تانية، وليكن فيلان اللي رقمها 99، عشان ما يبقاش حد عارف، ما يبقاش حد عارف ان النيتف فيلان عندك هي الفيلان رقمها 1، لان اي حد هيوضع السويتش هيبقى عارف النيتف فيلان اللي فيلان رقمها 1. فضد السكيورتي ان حد يكون عارف معلومات عن الشبكه بتاعتي. فالناس بتوع السكيورتي بيقول لك يا ريت تغير نيتف فيلان تخليها اي فيلان غير الفيلان رقمها 1. طب ازاي اغير نيتف فيلان؟ بقوم كاريت الفيلان الجديد اهو اللي عايز اخليها نيتف، اللي هخلي السويتشات بتاعتي تبعت الترافيك عليها. هسميها مثلا فيلان 99، وهسميها ان فيلان اي اسم، مش شرط نيتف. اصل انا لو سميتها نيتف انت هتعتبرها ان اي فيلان اسمها نيتف تبقى بقت نيتف، لا ده اي اسم خلاص كده. واروح اليمة التانية تمام، وكريت فيلان اسمها 99 اهو، انيبل كونفيجر تيرمينال فيلان 99 النيم بتاعها نيتف فيلان. تمام، نيتف ايه؟ نيتف فيلان. طب ازاي بقى اقول للترانك بورت ان النيتف فيلان اللي هتبعت عليها الترافيك لاخوك اليمة التانية هتبقى اسمها 99؟ هخش جوه الترانك ده والترانك ده واغير النيتف. اخش جوه الترانك ازاي؟ هعمل انترفيس فاست 0 على 24 سويتش بورت ترانك نيتف فيلان 99 سويتش بورت ترانك نيتف فيلان 99 اهو. يبقى انا كده غيرت النيتف فيلان عندي على السويتش الاولاني خليته 99 اهو. لو رحت اليمة التانية هتلاقي اليمة التانية بيصوت بيقول لي ده انا عندي النيتف فيلان بتاعي 1، اللي قدامي بقى 99، غير هنا خليها 99 اهو. شايفين كاتب لي قد ايه؟ نيتف فيلان مس ماتش، الفيلان عندك اليمة التانية ما هيش ماتش معايا، يا ريت تغيرها، هي عندي بواحد بس عنده اليمة التانية ب 99. فنقوم عاملين ايه؟ نقوم عاملين كده اكزيت انترفيس فاست 0 على 24 سويتش بورد ترانك نيتف فيلان 99. لو جينا بصينا دلوقتي قلنا شو انترفيس ترانك، هتلاقي ان النيتف فيلان عندك اتغيرت بقى اسمها 99. يبقى النيتف فيلان هي الفيلان اللي عن طريقها السويتشات بيتكلموا مع بعض، بيبعتوا لبعض الكنترول ترافيك. تمام كده يا شباب، اللي فهم الجزء اللي فات ده يا ريت يعمل له اوكي على الشاشه. طب حد عنده سؤال يا ريت يسال. اللي فهم الجزء اللي فات ده يا شباب يا ريت يعمل له اوكي على الشاشه، حد عنده سؤال يقوله. لو اللي فات تمام اعملوا اوكي على الشاشه. طيب تمام، اقفل كده النهارده ونكمل الموضوع بتاع الفيلان دي بكره او بعده. انا بس عند بكره ممكن مسافر القاهره، فلو مش مسافر ان شاء الله بكره هبعت لكم ان انا مش مسافر، ونتقابل بكره الساعه 8. حد عنده مشاكل في الميعاد بكره الساعه 8؟ الجروب بتاعنا يا جماعه، حد عنده مشاكل في الميعاد بكره الساعه 8 بالليل؟